امبارح رسائل على الواتساب بتاع صفحتي، ان في ناس واخده سكرينات لاعلانات باسم الصفحه بتاعتنا اللي هي البلد يوكل مع الشيف نونه، ومنزلين اعلانات عن شغل. وكتير جيمي بيقول لي ده كتير، هو فعلا كتير، وانا مش عارفه والله هقول ايه. يعني هنعلن عن شغل؟ طب ما عندنا الشاشه نعلن عن الشغل فيها. فيا جماعة، أي صفحة بأسامي برامجنا، أي صفحة بأسامينا إحنا نفسها تنزل إعلانات شغل، اكتبي. وناس بعتالي يعني زعلانة إن أنا ما ردتش عليها علشان الشغل. ناس بعتالي سكرينات إمبارح إن أدام بتعلني عن شغل، طب ما تشوف ما تقولي لنا إيه طبيعة الشغل اللي عندك. كل دوت أنا قابلته إمبارح، وبقالي سنين من ساعة ما بدأت وانا بقول لكم الكلام ده. يا جماعه، احنا لما بنيجي نعلن عن حاجه بنعلن على صفحاتنا الشخصيه بتاعتنا. لما بيكون في حاجه على صفحه البرنامج بنعلن عنها على صفحه البرنامج اللي هي نزلناها دلوقتي. اي صفحه، اي جروب باسمي او باسم برنامجي، ده ما يخصنيش. اما يكون في حاجه احنا بنتكلم عنها على صفحاتنا، حاجه خاصه بالقناه بنتكلم على صفحات القناه، حاجه خاصه واحنا اللي بنتكلم عنها هتلاقونا اقل حاجه بنتكلم في البرنامج. لكن ما تصدقوش اي صفحه معموله باسامينا او باسامي برامجنا تعلن عن شغل او تعلن عن سفر او تعلن عن مشروع او الكلام ده كله مش احنا. خلوا بالكم من المواضيع دي كويس قوي. احنا ولا بنطلب ان حد يبعت لنا صوره، ولا بنطلب ان حد يحول لنا فلوس، ولا بنطلب ان حد يبعت لنا اوراقه. مفيش، احنا مش كده.